عياد البحرين دائما هما ثروة أساسية نعتز بأنها تتقدم الصفوف دائما في خدمة مملكة البحرين. اليوم عيال البحرين يسخون كل جهدهم في مواجهة فيروس كورونا وماخذين كل الاحتياطات اللازمة ومتسلحين بإيمانهم وحبهم للوطن ويدفعهم إخلاصهم للعمل للقيام بواجبهم بكل تفاني وإخلاص خدمة للبحرين. اليوم خلونا نسلط الضوء أكثر على جهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، هالوزارة اللي لها جهود مستمرة ليل ونهار من خلال عدة إدارات، ومنها إدارة التفتيش اللي لها جولات تفتيشية مستمرة من أجل ضبط المخالفين من أصحاب المحلات التجارية ومنعاً لأي خداع وغش تجاري. خلونا نتعرف وياكم على الجهود أكثر من خلال هالفقرة إن شاء الله اللي بينضم لنا من خلالها الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد عبد العزيز محمد الأشراف. مساك الله بالخير أبو محمد. الله يمسيك بالنور خالد، جزاك الله خير وبيض الله وجهك، وشاكر لك وشاكر الجهود اللي انتم قايمين فيها على يعني ما شاء الله من خيرة البرامج ومن خيرة المتابعات لكافة وتغطيات كافة يعني مهام ومسؤوليات الجهات في الدولة. تسلم يا ابو محمد، واحب بالمناسبة ان يعني اهنيكم برمضان وما تبقى من رمضان وعليك وعلى مشاهدينك الكرام ان شاء الله. تسلم يا ابو محمد. أبو محمد لو تخبرنا أكثر عن دور إدارة التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة خلال هالفترة، هل هناك عندكم حملات تفتيشية ورقابية حق الأسواق؟ طبعا ما في شك أخوي، طبعا إحنا من قبل رمضان وإحنا كنا على أتم استعداد لتنفيذ التوجيهات السامية والصادرة من مكتب اللجنة التنسيقية برأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه، وكافة الخطط الموضوعة في هذه الإدارة كمتابعة شؤون فيما يتعلق الأسواق والمحلات التجارية وبما يخص بالأجمع كل ما يمس المواطن والمقيم في مملكة البحرين. وما في شك أن في رمضان يعني تكثف الجهود عندنا وتكون الجهود أكثر، طبعا ما في شك أن نشتغل ليل ونهار لين غاية الليل بحكم أن طبعا الأسواق مفتوحة لنهاية اليوم والموظفين قائمين على أكمل وجه حقيقة مع الأخوة والأخوات الأفاضل من المتطوعين واللي إحنا شرفنا فيهم وتواجدهم معنا محل يعني تقدير واحترام وسام على الصدر لكل البحرين. أبو محمد، شلون يتم رصد الغش والمخالفات خلال هالفترة، وهل عندكم حملات استباقية ولا هي كلها ردود أفعال من بلاغات المواطنين؟ لا ما في شك، هم يعني الشغلتين متكاملتين، إحنا نأخذها كبلاغات من المواطنين ومن مستهلكين وغير اللي هي الـ يعني الـ العمل اللي قايمين فيها الموظفين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المهام الموكلة لهم أنهم يقومون بتغطية كافة المحافظات في مملكة البحرين ومتابعة الأسواق، متابعة الـ يعني كل الأماكن اللي يرتدون لها المواطنين وغير التوجيهات اللي تي على أساس نحن يكون لها يعني لنا وقفة فيها وناخذها بعين الاعتبار إن شاء الله. أبو محمد، تقريبا كم محل مخالف تم إغلاقه حتى هاي اللحظة من بداية الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا؟ والله مثل يا أخوي مثلك عارف وهم لك الحمد، الله أنعم على البحرين يعني بوعي كامل، كل من ذو مسؤولية متحمل مسؤوليته وما في شك إنه يمكن قد يكون يعني نتكلم إحنا كرقم عندنا إذا نقول المخالفات اللي أرصدت في الفترة الأخيرة يمكن قد تكون لا هي اللي فيها جسامة قوية ولا فيها تكون يا هي فيها قلة إدراك أو فيها نوع يعني عدم مفهومية للقوانين اللي صدرت في الفترة الأخيرة. مثل ما أنت عارف يا أخوي المحلات اللي تم إجازتها بالفتح للمواطنين في الفترة الأخيرة وفي بعضها اللي تم إغلاقها، ففي صار في شبهة شوية في بعض الأمور، إحنا نتواجد معاهم بحيث نبين لهم إنه يكون على أساس إنه هذا يشمله وهذا لا يشمله، يفكر يفترض وما يأخذ الـ يعني صاحب المحل يعني الأمور مثل بتعنت أو بطريقة، لا على طول يتجاوب ويتوافق مع المفتشين. وأحب أتقدم هنا الجزيل الشكر حق جميع التجار وجميع المحلات التجارية
ويأسفنا حقيقة يعني ما نسمع منهم من مضايقات ومن مشاكل واجهتهم في الفترة الأخيرة، وهذه لا بد أن يقدرونها لأن البحرين تعايشت معها كافة مستويات وليس أهم كمحلة تجارية، ونسأل الله إن شاء الله أن يؤديها على خير من 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 مرحلة وترجع الحياة طبيعية إن شاء الله لنا ولهم إن شاء الله، وتكون البحرين مثل ما كانت وأزيان إن شاء الله. لإجازة العمال موظفيننا ما شاء الله، مبهم أنا أقول موظفيننا كل الموظفين اللي قائمين على كل المسؤوليات اللي تحتم عليهم أن يكونون على رأس العمل، وبما فيهم طبعا صاحب السمو الملكي سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد الأمين، ومن خلفهم وطبعا قيادة حكيمة تتابع كل واردة وشاردة في هذه الأمور، وما في يعني نشوف في عندهم راحة، اللهم أنهم يحبون يشوفون أن البلد تكون في أمن وأمان وفي خير إن شاء الله. إحنا حقيقة يمكن موظفين تواجدوا على رأس العمل من الصبح حتى الليل وقت يوم الإجازة، ومتابعة كل شؤون الـ يعني المحلات التجارية والأسواق والمحلات، وغير التوجيهات الإسلامية اللي صدرت في الفترة الأخيرة، متابعة حتى العماير اللي تواجدون فيها الأجانب اللي هو يروحون لهم للأماكن المواقع ويحثونهم ويعطونهم بالبوشرات ويحرصون عليهم بلبس الكمامات بالتباعد الاجتماعي بأخذ الحيطة والحذر للحد من هذه يعني الأمراض اللي هي قاعد تواجههم الحين. وما في شك إن مثل ما ذكرت يا أخوي الله يعني وهب لنا هذه الميزة الحلوة اللي هو في الفترة الأخيرة اللي شفناها من الأخوة والأخوات من المتطوعين تواجده، وكل من على حسب مقدرته وحسب وقته ما يسمح له، لأن بيظنك عارف يا أخوي من المتطوعين فيه ناس يعملون الصبح ويجون يتطوعون بوقتهم العصر ليل، في ناس طلبة وهم كذلك نتقدم لهم بجزيل الشكر على أنهم يقومون بالدور المطلوب منهم مع أخوانهم المفتشين، والمهمة ما ذكرت المناطبة هم اللي هم عندهم يمكن قد يكون شغلتين أو ثلاث اللي هو متابعة الشؤون التجارية ومتابعة البعد الاجتماعي للمواطنين والمقيمين وإرشادهم وحثهم، وإن واجهتهم أي مشكلة يستدعون المفتش اللي هو يكون وكلنا عليهم. إنهم مثل ما أنت عارف وزعنا إحنا كل خمسة إلى أربعة متطوعين إلى مفتش يكون هو يدير شؤونهم ويتابعهم، فإذا رصدوا مخالفين هذول المفتش اللي عنده يعني ضبطية قضائية ويأخذ الإجراء المتبع مع الجهة اللي هم رصدوا فيها مخالفة أو بغوا يواجهونه بطرق سليمة وصحيحة. قائمين على هذا العمل اللي هو حق المتطوعين مكتبنا بالأول ومن المعنيين في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية اللي احنا كلنا نتكامل باسم فريق مملكة البحرين، كانوا على اتصال معي ويقولون لنا يعني لنا 75 متطوع منهم بنات وشباب وما شاء الله وقايمين على أكمل وجه، حقيقة أعمالهم ما تقدر يعني بكلمة واختزلها بكلمة شكر أو تقدير، وإنما يعني أقول لهم أنا تنحطون على الرأس حقيقة على أداكم وجهوركم. فلذلك يعني لما تصلنا طلبات من المواطنين والمقيمين يبغون يتطوعون مع إدارة التفتيش وإحساسهم بالمسؤولية إن هم يعني لهم دور في هذا الجانب، في النهاية هذه تخدمهم تخدم أهاليهم تخدم المجتمع تخدم المواطنين لرفض جميع الـ يعني المخالفات ورفض جميع الممارسات اللي هي تؤثر على المواطن حقيقة. ومحمد المتطوعين اللي موجودين حاليا وياكم هل يقومون بأي أعمال توعوية حق المواطنين أثناء تسوقهم في الهايبر ماركت؟ طبعا اجتمعنا معهم اجتماع مبدئي كان عن طريق التواصل المرئي وعن بعد وتم تعريفهم، فتحنا المجال للأكل أسئلتهم 75 يمكن اللي شفتهم يعني تواجدوا كلهم أغلبياتهم معنا في الاجتماع، وتم تبريقهم شنو المتطلبات الموجودة منهم وكافة الأسئلة والاستفسارات، وقلنا لهم تروحون المجمعات تروحون الأسواق الشعبية والأسواق المفتوحة وحتى المحلات الصغيرة اللي فيها يعني الإجازة اللي ياتهم أنهم يفتحون ويخدمون المجتمع أن يشوفون ويرصدون أي مخالفات. إحنا هدفنا شيء واحد وكنا دائما ركزنا عليه تصحيح أوضاع وليس العقاب والنصح والتوجيه والتركيز على لبس الكمامات مثل ما قلت لكم بداية الأمر ويا التباعد الاجتماعي لكافة اللي هو يحفظ صحة كل إنسان في المملكة.
ومحمد دوم طرقنا حق الكمامات، شلون المواطنين يقدرون يبلغون عن ارتفاع اسعار الكمامات مثلا في صيدلية او مثلا في مكان معين، شنو طريقة التواصل اللي بين المواطنين وبين الوزارة؟ انا هني طال عمرك اذا سمحت لي، طبعا في بداية الامر اول ما يعني حدثت جائحة كورونا في المملكة البحرين صار هلع وصارت فيها عملية اللي هو التهافت على جميع الصيدليات أو المحلات اللي تبيع الكمامات، والكل قام يخزن وقام يشتري بالكميات اللي تكفيه واللي ما تكفيه، بس على أساس أنه هو يكون يأمن نفسه. وما في شك أنه كان الطلب طلب عالمي وليس على مستوى المملكة البحرين، بحكم أن البحرين ما كانت عندها المصانع أو كانت يعني تصنع هذه الكمامات، كلها كانت يعني تعتمد على الاستيراد. فلذلك صارت فيها عمليات اللي هي رفع الأسعار بحكم العرض والطلب. ومثل ما عارف يا أخوي البحرين سوق مفتوح وسوق ما في تحديد أسعار، وكل من صاحب يعني بضاعة له الحق في بيع لبضاعته. احنا ما نتحكم في الأسعار، ولكن نقول ان كثر ما كثر العرض كل ما قلت الاسعار. لما جاءت الوزاره وحددت الاسعار في فتره كان جائحه الكورونا صارت مشكله عالميه، وارتفعت المواد الخام خارج البلد، وعمليه اللي هو التوصيل صارت او الشحن اعلى من قيمه الكمام نفسه. فاشتكوا بعض التجار ان يعني ما ممكن احنا نقدر نجيب الكميات هذه السعر، وفي النهاية لما نبغى نطرحها في البلد بتعطين نقدر نبيعها بنفس الرقم أو السعر اللي أنتوا حددتوه. فلذلك تم لما الوزارة شافت إن فعلا في أوردرات جاية كبيرة وكميات كثيرة فتحت المجال، ألغت موضوع اللي هو تحديد الأسعار. ولذلك كما ترى اليوم ما شاء الله الكل قاعد يبيع والكل وفر هذه الكمامات، وبدت المصانع في البحرين الأسر المنتجة ما شاء الله قامت تقوم بدور، الكل ما شاء الله قام يعني يوفر هذه الكمامات المطلوبة. فلذلك تمت العملية اليوم إلى الأسعار قامت تنزل روحة الغائية، لأن بدأ العرض يزيد، فلذلك ما في شك أنه راح ينزل السعر في تلقاء نفسه ويستفيد هو المواطن إن شاء الله. هو طال عمرك مثل ما انت عارف طبعا عندنا احنا برنامج تواصل اللي هو ابلكيشن في تواصل لجميع الجهات الحكوميه، عندنا اللي هو حمايه المستهلك، اداره حمايه المستهلك ممكن الاتصال فيها، عندنا الله يسلمك اللي هو اداره التفتيش هم كذلك، وفي الانستغرام حق الوزاره عندنا فريق يرصد كل جميع الملاحظات والشكاوى والطلبات اللي ترد من المواطنين. عسى مفروض بارك الله فيك يا اخوي، شكرا على جهودكم مره ثانيه، وشكرا لكل متطوعه في مملكه البحرين، وشكرا لكل من يخدم في مملكه البحرين على كافه الافاده، وكل من يعني في موقعه وعلى راسهم سيدي صاحب السمو ولي العهد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الله يحفظه ويرحاه، وفريق مملكة البحرين متكامل بكافة الجهود والمستويات على الوزارات الدولة كلها متكاملة إن شاء الله. تسلم محمد، يعطيك العافية، في أمان الله، الله يحفظك، مشكور يا خيمان. أعزائي المتابعين، هاي لقائنا كان البسيط مع الوكيل المساعد الموارد والرقابة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبد العزيز الأشراف، يعطيهم ألف عافية في إدارة التفتيش، عملهم جدا جبار، لكم كل الشكر والتقدير، وإحنا فخورين بإخلاصكم وتفانيكم في عملكم خدمة لوطنكم. شكرا لكل العاملين والمتطوعين.